مقطع اليوم قسمنا الشباب الفريقين وكل فريق مع ميزانية 100 ريال فقط، ولازم انهم يبعدون عن نقطة البداية باستخدام 5 وسائل نقل مختلفة خلال ساعتين، واول فريق يوصل لابعد نقطة ينجز اكبر عدد من المهام يبقى معه اكبر مبلغ من الميزانية يفوز ب 5000 ريال. لا تنسون اللايك والاشتراك، مشاهدة ممتعة. يقول لك قوانين التحدي وشو؟ معكم ساعتين فقط للوصول لابعد نقطه ممكنه عن الفريق الاخر. ميزانيتكم هي 100 ريال فقط، ايزي بيزي. الميزانيه المخصصه للانتقال عبر وسائل النقل المحدوده، باص، مترو، تاكسي، اللي مسموح سيكل، سكوتر. سكوتر شلون لقى سيكل سكوتر بمكان واحد؟ ما ادري. ممسك غدير يبعد من هنا 7 دقائق. يقول لك بعد اتمام الخمس وسائل النقل المحدوده يمكنكم استخدام اي وسيله نقل اخر للبعد شو بشكل اسرع. تحديات الجانبيه، بعض المهام ستزيد عن انت وش بك ما تعرف حاسي ساقط انت. يلا بسم الله انطلقنا عيال، انتم عارفين الفكره. الان لازم نركب يا سكوتر يا سيكل يا عيال، مو يا لازم نركبها كلها. اي اول شيء نبدا فيها الان باص او مترو او تاكسي او سيكل او سكوتر. حيهم الشارع العام قريب. اي هذا هو. انا اسمعني عيال سكوتر ما بي. ليه؟ فوبيا الظهر من مقطعنا حق ممشى الغدير ذاك. فوبيا ذبحنا. فوبيا سيكل. الحين سهله جدا نلقى تاكسي، سهله جدا. قبل التسكي. حلو بنروح على التسكي. قبل التسكي نلقى عامل راعي سيكل. لازم نسوي الاشياء القريبه من بيتنا. حلو. اللي هو استغنوا عن شخص من فريقهم خلوه يغمض عينه لمده 10 دقائق. يلا غمض عينك. لا انت يا كل كيلو واحده باميه. كل باميه ما اعرف باميه. حجر ورقه مقص. حد انت معنا؟ لا تصير. يلا حجر ورقه مقص. اوه جلدتكم كلكم. يلا حجر ورقه مقص. يلا انت غمض عينك. اللي يخسر يغطي. اسمع غمض عينك ولا تتسب بذمه. اصبر. روح الكافي واطلبه منهم. بناخذ 20 جرام بنقنع ناخذ بدون قروش. يلا طيب الحين هذا فيك. ايه خلنا نمشى ونقرا. تعال معنا. امسك ايده الحين. امسك ايده. سبحان الله يوم هو مفتح ما مسكته. اقنعوا 3 اشخاص بالانضمام الى مجتمع رأيت على تويتر وتثبيت دخولهم بتغريده. ايزي. اخو العيال لازم يغردون. اي يدخل مجتمع ويغرد. اي نحاول نقنع اللي بالكافي. روحوا المحل التصوير واطلبوا منهم تصوير صوره بطاقه شخصيه. احنا بنهبد، ما احنا بصورين بطاقه شخصيه. الجوال هي الجوال بي دي اف اقدر اسويها، بس لازم نروح محل تصوير. صدق؟ اي روحوا الكواي واطلبوا تكون اي بدله عنده. تكون معليش. يا عيال صدقوني بنلقى سيكل. التاكسي سهل الان، نقدر نلقى تاكسي. صدق التاكسي سهل ترى. تصفيطه ها هناك محلات. السلام عليكم صديق، في موجود سيكل؟ سيكل معلوم. سيكل سكوتر ما في موجود. سياره تاكسي شيء فلوس طيب في موجود؟ موجود. المحطه بنلقى فيها سيكل، بنلقى فيها تاكسي، بنلقى فيها كل شيء. روح اي محل عصير وسوى عصير برتقال. حلو هذه ايزي سهله. نروح لا وناخذ روات. حبيبي نروح المحل عصير نطلب له برتقال. اقول لا لا يا جماعه تخيلوا اني انا قائد. انا قائد اي انت القائد. انا قائد يا عيال. تعال صح عليك انا القائد. إيه تعال جيب البن. هي ترى هو ورع، خله اخر واحد والله اللي ياخذ السيكل اللي يفر فيه ساعه. اخر واحد انت. تكفى يا رب. هنا خلنا اسال. تلقاه في الزوايا. تلقاه في الحديد. خلي بس اسرع. الله على السرعة يا ها. الله على السرعة عزيز. الله سريع يا ولد. يا حبيبنا ما عندك سيكل؟ تكفى. احنا اسفين يا ابو علي، دور سيكل عند بنزري. ما عندكم سيكل؟ في عندنا تحدي على سيكل. تكفى. يا ابن حلال ايجار وحنا مع والله يا ولد تاخذ ايجار وحنا احنا ما ها يقول تعال. اسمع ابن عمك اسمع. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. عاش عاش. محتاجين فلوس. عمري ابو علي حي والله ذا العين. لا محتاجين فلوس. والله انا من الليدر؟ الليدر منو؟ مقص خلاص. هذا اي واحد خلاص. طيب رجل لان شلام سازرك من هلالي. صميمي هلالي. الله الله. يلا شوف البزه. ما في ظلام. الحفره الله يرحم والدينك. بس شوف البزر قايل لك خلي اخر. السلام عليكم، كيف حالك؟ عساك طيب. اخوي عندنا مقطع يوتيوب ممتاز، وعندنا تحدي واحد يضيف. هلا وسهلا. يا مرحبا، كيف حالك؟ عساك طيب، شو الاخبار؟ كيف حالك؟
بنشغلكم شوي عادي اذا ما عندكم شيء. طيب عندنا مقطع يوتيوب مثل ما قلت لك، تعرفون تويتر في مجتمعات في تويتر، ابي تدخلون مجتمع وتغردون تغريد. انا انكتمت. طيب مجتمع تبع المنظمه ما تنفذ عندك مشكله، بس الرجال انكتم. لا الرجال هو المفروض ينكتم من زمان، بس الحمد لله الحين عندنا تحدي نكتم. اي كفى والله ما مشينا في تحدي، نحط واحد بالشنطه. اي اي نضيف التحدي ما خالف، لو صفر ما ناخذ ولا ريال. طيب جوالاتكم لو سمحتم تقدر تبحث، اكتب ريكو ريكو بالعربي. بالعربي انضمام لهنت، تقدر تغرد ترى ما عندك مشكله، ما عليها شيء. ايه السلام عليكم من طرف فريق سكتون. يا بعد الدنيا انت تقدر تحذفه الحين، ما عندك مشكله. لا لا ما عندي. يا بعد الدنيا الله يعطيك، شرفنا بكم. الله لا يهينكم. اي نعم الله يعافيك يا رب. ايوه وما عليك زود يا حبيبي، الله يعافيكم يا رب، شكرا لكم. طيب بس الله يعافيكم، يعني خلني اوري وجهي، خلني اوري وجهي، خله يشوفني. لا بس غمض يا حبيبي، ترى مو شوفه شرعيه هي. غمض. هلا والله ما اشوف. لازم يغمض. ها عرفتني اخوي. ايوه مصلح ما عليك زود، الله يخلي لك اخوك. الوقت ابو خالد تكفى، الوقت حركه يبغى يشيل تصويت. صدق ما فيه يا ودلك صير رجعي يصير فوق. بيض الله وجهك ما قصرت يا عيال، الوقت الله يقلع. لا واحد اول مطران اول واخر ما لها دخل مطران وقت يا عيال. يا والله واحد لازم كلنا. لا ما ب واحد والله. لا 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 دق فرع على البنزين تعال يا عيال، ما اعرف اسوقه ماني شغل. يا اسمع سريع شكلي عزيز كف الله يرحم. يلا ها جو الحفرة بيض الله وجيهكم. ما قصرت والله يسلمك، شكرا ابو علي. الله لا يهينكم. اخذ فر سيارة حيك ابو علي. لا تخيل بوجهي. العافية. شكرا ابو علي. خلاص يلا خلصت 10 دقائق. خلصت ما خلصت قهر يا اخي تكفى زودوا وقت. طب خلينا نشوف كم كسبنا في التحدي. صح كم توقعون؟ احس 15 ريال سهله مره. لا 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 والله صعب، اتوقع 50. احسها 50 انا 10 دقائق سهله. صفر خسر يلا القم يا عيال. طيب ووجهي اللي غطيته ما تتوقعون يلقم يغمض مع الفريق الثاني؟ انا احس اللي يغمض هناك. عطنا التحدي اللي بعده بس خل القرقره. التحدي ناخذ كافي الحين، ناخذ بن، ناخذ 20 جرام بن. ايه بس هنا في كافي يا عيال. اصبر في كافي هنا. اي صح هذا كافي. ايه شفتوا يا عيال انتم نذرين. ليه يا عيال؟ فره واحده تصويت، اقسم بالله اني ما حسيت من. انا داري انت حسيت انك فلحه فر رايح. عيال الحين سكوتر سكوتر ما في غدير، بس بعيد. باص ولا تاكسي ولا سكوتر؟ باص كنا بنخلص على الصعيد. باص في محطة هنا نلقى باص. محطة باص عيال ناخذ تاكسي. اسمعوني يودينا محطة باص. يودينا محطة باص. حلو ذي. يلا طيب عادي اوبر. عادي اوبر؟ لا اوبر ياخذ غالي يا ولد. ما معك هذاك باص. لا ما يوقف هذاك باص. نقول له يا ولد امشي فينا شوي. السلام عليكم كيف الحال؟ حبيبنا الله يعافيك نبي بن بس 20 جرام. وراك ضحكت عندنا تحدي يا اخي. والله عندنا تحدي. لا داخل على واحد ب 20 جرام ما شاء الله. وش تبي 20 جرام؟ تحدي عندنا تحدي والله. اي طيب تمام. اي شيء عندي اربع محاصيل. عطني اردى محصول عندك. اي والله ارخص محصول كلها. بس على قلنا هو انت كنت تسوي شيء. صح. طيب تدري على كلامك بجيب لك افضل محصول. يا عسل. لا انت بعد روحي. الله يعطيك العافيه. 22 بعد. الله لب الكرامه. انت عاد تسوي فيها يا بعد روحي. خلاص الحين لي هذه بشوف كم ربحنا. اي افتح الشط هذه. اي اللي تعال شكله ما ابو شيء. تكفى الله اكبر. 25 حلوه والله. 25 بن يا بعد روح. خلنا نحاسب الحساب البن. جبنا الناس ما حساب والله. لا لازم تكفى والله. جد ما بالله الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. اسم الكوفي يا جماعه تنث دير كوفي.
كنت دير كفل ترى خبره في الانجليش يا حبيبي الله يعطيك العافيه شكرا لك يعطيك العافيه هلا 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 25 ريال شفت يوم فتحت عيوني طلعت البركه صح 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 منطقي حبيبنا صاحب الباص هذا هنا باص باص عزيز وتصويت راح يشوفون راعي الباص هذا لعله عسل نلقاه ويودينا لو شوي قدام وننزل عصب في محاولات اقناع لصاحب الورشه انه يعطينا الباص كانه كرشهم يا جماعه والله كانه كرشهم الحين سؤال نقدر نروح بالسياره لين المشغل لا اوبر اوبر احجزوا اوبر اها يوديكم اوبر بعدها احجزوا على المشغل غدير عشان السكوتر معنا 100 ريال توقع لا 125 125 صح 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 عليك لان ما دفعنا شيء الحين بيسكر هو لازم نروح يسكر اوبر اي لا شو يسكر اوبر والله ما متخلف ما ادري يقول سكر ما في عنك ما بعيد عنك بعد روح طيب لازم نروح محل عصير هاي في عصير يبعد 700 متر على الجهه الثانيه يلا نروح يلا يلا مشي يقول مشي 13 دقيقه كرشكم لا والله ما كرشنا عطانا حاجه جميله جدا يقول لازم نرفع للاداره تجينا موافقه عشان الروز رايز لا ناثر عليها فهمت الكفر حق الروز رايز ما يتحرك ايه موافقه تجي يوم السبت عندي فكره يا عيال بما ان الطريق يبعد 13 دقيقه مشي خلينا نوقف واحد وصلنا مجانا والله ما نكسب زياده فلوس لا وين شغل القصمان اول ابو سليمان شلون نكسب يعني هو بيوصلني ويعطينا فلوس وين رايح انت وصلنا وخلاص يروح ونفتح هذا الشيء صح والله ترى كلامه منطقي اول مره يعجبني كلامه شوي شوف ايه اسمع اذا ما وقف يا عيال ها وقف 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 والله لا لا اسحب علينا طب هذا بيوقف يا رب يوقف وقف وقف يا عيال وقف بنعاش بنعاش انا اعرف هذه لا مالك مالك اعرف كلمه انت عارف شغل القسمان هذا شغل القسمان عندك القسمان عندك عندك عيال ازل الاسلوب عيال احنا ما لقينا باص لازم نركب تاكسي لازم نمشي بالوقت بسرعه نركب لنا تاكسي يودينا مكان باص والباص يودينا المكان في سكوتر طيب يلا يعني انتم مفكرين فيها اوريدي انا قايل لك اولا يا ما تجيب شيء جديد تكسي تكفى تكفى إيه 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 بيض الله دقف لشر دقف لشر دقف لشر السلام عليكم السلام عليكم كيف الحال حبيبي يبغى أقرب محطة باص يا عيال نركب ونتفاهم يلا نركب ونتفاهم اركبوا خالد قدام لا قدام صور هذا كيف حال المدير هذا يوتيوب معلوم يوتيوب أريد كمباني حنا فاموس لا فاموس أكاديميتي لا سو ذا الونسر قصده فيموس 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 يا يس يس حبيبي يبي هذا مكان وقف باص وين السلام عليكم السلام. كيف حالك عساكم طيبين يلا حيهم ما شفنا الرجال عندنا مقطع يوتيوب عادي يا بعد روح عندنا مقطع يوتيوب نبيكم توصلونه بس هنا يعني المدة دقيقة يمين محل عصيرات ايه نبي نتلازق ما عليك في امكان بس عندك اوراق يلا والله يلا يا بعد روحي شوف اي مكان حق شو اسمه باص وقف هذا على خدمه هذا محل باصات وين هذا إيه. ايوه وقف وقف هذا الا والله الا والله شكرا 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 والله شكرا يا اخي كم فلوس شبكه شبكه يقدر يخلي مجاني يكسب اجر 5 ريال 11.50 هلاله جمال معلمك 11 احسب احسب 10 لا الا 10 خلاص بدات 90 يلا شكرا يا حبيبي من مين التحدي هذا؟ التحدي هذا من شركة ويت. شركة تاريخ اذا سويت هذا التحدي انتم اللي بتفوزون نعم اسرع واحد فوزون بوشو 5000 ريال لكم نسبة منها ان شاء الله تواصلوا تواصلوا على قسم ارسل لي بس ارسل لي طيب كذا والله بيطول لازم نطلب بياخرنا والله مو بجاي تدري شو نسوي؟ لازم نلقى لنا باص طيب خلصنا من التاكسي ومن السيك طيب اسمع يمكن باص وسكوتر لا نهتم بالباص نحاول نشوف سكوتر هنا
او باص مع بعض نلقى صدقني هنا هنا افضل انت عند مش الملك عبد الله صح زين اي صح صح افتح تويتر يا جماعه افتح تويتر تكفى ادخل تويتر وشو مع عندك تويتر ابو مستحيل يا اخي اكس طيب بتويتر رح للمجتمع عندك مجتمع ايه في السيرش مجتمع اريد بعدين اكتب السلام عليكم من طرف سكتون من طرف سكتون ايوه اكتب حل أيوة. الوصلنا ما عندك وصلناهم وخلهم ما يزيد دراما احنا قلنا راعي باص اجودي مو قايل شيء انت عند ممشى الملك عبد الله والله بتحسن موقع ممشى موقع على ضمان مسؤوليتك وين ضاعت منها الدراهم ايه ترى معنا 90 الحين ترى لا الا 90 دراهم جايز ضاعت ايه لا هذه ايه اكيد طيب صح يا ابو خالد ايه بس كيف نشحن هذا بعد الله يعمينا ترى جنبنا لا ايه ما يحتاج يا اخي هو قال ركب سوكر سوكر لا توقف لا توقف روح بس 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 لا تطول لا تطول لا تطول ادوخ لا تطول ها ها بس 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 رجع عندي رجع عندي تمسكوا معي يا عيال بس يلا الحين باقي باص بس يبيننا باص طيب هذا الباص لا 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 هذا بيأخرنا والله بيأخرنا طيب سيكل يا عيال سيكل قدامنا اي يوم ندر عم الغبنة ونشحذ بخمسة ريال طيب اسمع احنا الان ممشى الملك عبد الله باقينا باص اللي باقينا وش؟ باص طيب اسمع لو تكينا هنا وحجزنا تيكت ومحنا مريحين باص لا 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 لا, لا التيكت بتخلينا نسحب دراهم طيب اسمعوني عيال طيب انا معك الباص الحين في الرياض مثل الديفندر صعب تلقاه الله لا يهينكم يعطيكم العافيه يعطيكم العافيه والله ما قصرتوا ما دفعنا ولا شيء هذا شغل توصيل بلاش بالله وش رايك في الذكاء؟ ذكاء قسمان ابوي يقول انه شاك فيني اني انا انولدت في القصيم يقول اي والله ترى يمسك فلوسه واجد لا طيب لا نضيع وقت خلينا نروح نشتري طيب يلا السلام عليكم وي هاف يوتيوب شانل اسمع خله مجانا ذي بعد بليز سبسكرايب تو ماي شانل سو هارد نو يو سبسكرايب ماي شانل لسن لسن اوكي يو ويل جيف يو ويل جيف اس مجانا وي ويل لا شوف 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 في انا تهدي في انا تهدي ان ان شوف ان هذا هذا كلام What is your channel in YouTube? Say, say, say. Wait, wait. Jeep, في أورنج في أورنج. أورنج yes. Yeah. أنا I wanna this one. Check, check. We want like this one. No problem. Me, me, but just. We don't have like this. It's okay. We have the machine. The machine, it's okay. That we will take. Just, just put. أنتم أعطيتكم فرصة تتكلموا. أعطينا محاولات. خلاص. خلاص دوري. أي واحد لها تتحرك. راح أحط عليها. اسمع. انا اقول اتحدى اتحدى تلقون باص يا عيال صعب تلقونه صعب بكيفكم انا اتحداهم اتحدى يلقون باص just 1 minute that's it for 1 minute and we can go and we can give you money what do you want to do we want to take the orange and put it in the machine and just take the juice check first the machine here okay. this is our machine how will you do that قل له بس بدب is it full اسكت يا اوكي وي كان جست بوت وان اند يو كان سكويز ات اند وي كان تيك ات اونلي مي جست مي بجبج بس بشوف 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 ممنوع بشوف ممنوع بس ممنوع جست وان كان ذي سي فروم هير اور ذي كانت اي وانت تو سي اونلي يا اونلي هي كان فوتو فروم هير ما لقينا باص والله طيب عيال باص وصلنا محطة باص ثانية ولا لقينا باص قايل لك ابو خالد دق صدره ما احنا بلاقين باص يا عيال باص والله مشكلة يا اخي الباص صعب حيل يا عيال الفكرة وش هو؟ احنا لازم نوفر ميزانية مقنع لازم نوفر ميزانية بعشرة بعشرة ثلاثة 30 ريال وانا السكتان اللي قبل شوي ماخذ مني 10 هو موصلني 3 متر انا لو داري الباص هنا جينا مشي ما دفعت له 10 يا ناس احنا بين حاجتين توفير وقت توفير مال احنا ضعنا بين ما ندري ايش نسوي اوكي ثانك يو فود هذا الجوس كان يو سكويز ات فور مي نايس حطيت انت ثانك يو هاي ياتي اعوذ بالله يا العصير سكتون
في زبون 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 نايس عندنا كن تيك اسمع هذا مسجد ايه برادة تدعي نبي ما ادعي ادعي برادة تدعي على ابو خالد اقسم بالله العظيم انا بلش عيال زبنوني ايه زبنوني لا يدري انا ماخذ ورعان معي ليه ماخذ خالد وطيف وحور ليه ليه ورا ما تمشون انت ليه يا شربه يلا يا ابن الحلال اعجل ها ها انت ورا ما تمشي يا ودي بمشي بس تعال 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 بيك ابن حلال امشي ابدلك ابدلك امشي امشي خلاص خلاص امشي خلص دق عليك وقول ما احنا مكملين تسوي احنا ما مكملين قول ما احنا مكملين برد وضرب العود اعوذ بالله ومن الشفنا برادة مسجد ما شربت منه هاو ماتش هاو ماتش من انديا اعلان اعلان شلون اي كيو هذه اقتصادية يا جماعة اسمع سوي شيء انت هذا شلك مكان خالي خله هو اللي يشيله دز واحد كم توقع دز هاو ماني ماتش يا هاو ماني ماتش اوه 30 ريال 30 ايه يا 30 نايس يا جود 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 ثانك يو يقول عطني نكست تايم نكست تايم ثانك يو سير ثانك يو احس اني جبت العيد الصدق شباب لو اننا راكبين الباص ذاك والله يغفر ابليسك يا شيخ لا 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 وش الاعترافات اللي بعد ساعه تو تستوعب انت شلون تجرات وقلتها واحنا قايلينها من اول مكان حق باصات من كرشنا الباص واحنا نقوله لا ناخذ لكم يا عيال باص 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 كذاب والله كذاب كذاب تكفى تكفى يدق بوري يا اخي انا اسلم عليه هذاك وقف وقف لنا وقف لنا كذاب والله ده 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 امشي امشي مدير السلام عليكم كيف الحال يا رئيس احنا عندنا تحدي ان نركب مع باص لو 3 متر بس كذا وتنزلنا احنا 4 اشخاص احنا 4 اشخاص لو 3 متر بس عادي خلنا نركب مشكلة اللاقة مصقع مرة طيب نقدر نركب هنا كلنا؟ يركبون اثنين اثنين تكفى تكفى ما صدقني على الله نلقاك والله والله ان ندور لنا 45 دقيقة يعني لو مترين لو 3 امتار 4 امتار امشي بك عادي ايه عادي بس هنا 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 بس كذا تمشي يلا 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 اثنين باثنين اثنين باثنين ماجد وينه؟ خليه بس ينزلنا هنا وين ماجد؟ وين ماجد؟ اصبر اصبر اركب اركب اثنين باثنين يلا مش فيني شوي مش قدامي شوي بس وقف هنا وقف بس 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 خل انزل 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 عزيز انزل الله يعطيك العافية بقى ولدنا الأخير ولدنا خلك أبو خالد خل ليه خلك مرة واحدة يلا 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 صور 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 للربع صور لهم وريهم شوي يمشي شوي بس شوي بس شوي شوي صور طالع كام شك خايف يطول المسافة بس بس هنا موقفنا هنا موقفنا بس الله لا يهينك بيض الله وجهك الله يرزقك شكرا الله يرزقك من واسع فضله الله يرزقك الله يدخلك الجنة ويزوجك الثانية ويستر أمرك يا حبيبي شكرا على سنة الله ورسوله شكرا الله يسعدك وبرضا زوجاتك السابقة عيال خلصنا الآن تعالوا يا عيال تحديات التحديات التحديات بسرعة الحين كم معنا 165 نستخدم مبار للمغسلة لا 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 اسمع استخدم اوبر وهو ماشي اصلا كذا ولا كذا طريقه هنا والله ايوه احنا نقول وقف اسمع خل شغله احنا وين بنروح اصلا ما مشى الغدير هذه خلها ماشي حقه الغسيل مغسله خل المغسل بعيده خل نوقفها بعيد انت وش بك توقف واحد 165 والله ناس الوضع اصبر اذا هي على الطريق ساد يا بس المشكله اذا هي مو محترين احنا نكوي هو لا لا قل 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 باخذ شغلتي بس اذا تسمح دقيقه شوف وين ممشي الغدير كوبون خصم شيء 21 ريال وعلى حسابي حبيبي ها معطينا هم 100 بس يعني اخذ منها كيف اوكي كم يبي له 7 دقائق يوه 7 دقائق يعني انا وصلت المغسله السلام عليكم سلام كيف الحال يا رب اول شيء ان شاء الله حبابك حبابك كيف الحال الله يسعدك شلونك سلم عندكم تويتر سلام عليكم احنا نبغاكم تنضمون في مجتمع في مجتمع رأيت منظمة هرايت نبيكم تدخلون المجتمع بس وتغردون لا غردون طيب تقول السلام عليكم من طرف العود والتصويت وعزيز بس كذا وفي نفس الوقت ترى في تويتر عشان ما تضيعوا بس بتويتر تفسر بالجن والعود توصيت حاط معلم علي دقيقة وعزيز المحمد اصبر اصبر لا نغرد سوا نغرد سوا يا عيال توصيت عارف من طرف تسلم العود عزيز الله يعينك ها نرد يلا واحد اثنين ثلاثة جو شوف هاي التغريدات
يا حلو الشعب السوداني والله. اي والله يا حبابك نفوز حبابك نفوز زينه مرة. ما شفت مثل احترامهم جدا. طبعا يا جماعه تغير كنسل الاوبر كنسل جانا واحد ثاني. اي لا جاء واحد ثاني الثاني شكله معه باص لانه ابطا والله ابطا مره. هذا اتوقع خلينا نوقف عند الموسم. حبيب حبيب حليل 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 طيب مره لو تقعد 10 ساعات معه نمشي 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 ليه ما يقرب يقرب نمشي نقرب نمشي يلا يلا ايش يعني سمح يا عيال توقع سمح يعني مسامح مسامح كريم كثير مسامح كريم ها مسامح كريم انه يسامح واجد هو واضح. نعم نعم هي لقيتها والله صدق اذا ركبنا مع الاوبر نخليه يدخل مجتمع ريت. اي والله هذه حلوه حلوه سلوى هذا هو يا عيال هذا هو. اي بس لا لا تشرب لا 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 تشرب لا تشرب بي ديفر بي ديفر هذا هو يا زميلي. لا يا غبي احسه قحطاني والله. اي والله اشوف وجهه احساس يقول طيب خلينا نروح هناك لانه بي ديفر. يلا يلا اسمع مشيت السطاوه مشيت اللي واثقين انه بنفوز يا عيال. الواحد هذا احنا رفضنا حاليا تقريبا من 4-5 اشخاص. الواحد هذا لا يعطلنا. حلو عندنا محل عصير كواي واحد يغمض 10 دقائق. يلا الحين طيب خل لازم واحد يغمض يا قلبي وحنا رايحين نغمض الحين خلنا نعرف ايش نبدا فيه. نروح مجمع في محل عصير وفي كافي طبيعي تلقى كواي قريب. لا الكافي في موجود هناك ومحل عصير والكواي بحركنا والكواي بحركنا. لا بس ما نبي نقرب نزل احنا نبي نبعد احنا رايحين المجمع نسوي هذه التغميضه ترى الموتور غم. لا 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 امشي معكم ولا ابو خالد نمسك خلاص انت هي تصويت صح تصويت تصويت والله والله اني عارف التصويت. لا لا يلا انت ابو خالد اختار ماجد. انا اختار ماجد. حلو اسمعوا يا حجر ورق مقص. يلا يلا يضل وجهك معي حجر ورق مقص يعني ما في لا 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 احنا قلنا اخر اخلص 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 حجر ورق مقص لا تاخر ما تاخرت ليه ليه اصبر وش احنا قاعدين نونسك ترى والله وجه الوجه والله احنا قاعدين نونسك والله انا وجه لا لا 50-50 يا عيال يلا 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 منين نروح طيب منين نروح عيال لا لا والله والله منين نروح الحين الحين الفله هنا الفله ورا هنا هنا ايه خل نروح كذا نقطع الشارع ايه وهنا والله بنلقى مغاصب بنلقى اشياء واجد نقطع الشارع ذا مغمض لا 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 عيال تكفى تكفى يا ابو خالد عندي بنت يا عيال ابو خالد يا عيال عندي بنت شوف شوف مصور مصور الو الو هذا هو السلام عليكم اوبر صح؟ هلا عرفنا والله اللي زهري طيب ايه طيب ايه يلا 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 يعرفنا يلا حيا ابدا ابدا واحس انك واحس انك قحطاني ولا صار وش قايل لك؟ وش قايل لك؟ العرق يبان يبان الوجه الا اللي بالسيارة قحطين يلا حيا نبغى شيلة قحطان حي والله عينك اليوم اليوم بتضبطنا اكيد حي عينك والله. طيب اسمع عندنا انا بنروح يمين صح؟ اي بو مغسلة عادي نوقف ياخذ شيء عنده يوه يا كرم يوه قحطان قحطان والله يا كرم كرم يوه اي والله الراس لا شاش الراس كريوس بالجيم لا ما عندي يقول لك ما عندي ريوس كل شيء اعطيه الراس. حلو احنا لقينا كافي الحين وش المطلوب منه؟ المطلوب ان نقنع شخص واحد يدخل المجتمع لا لا وناخذ 20 بن ناخذ 20 بن جرام غير مطحون. طيب انا ابغى يشتري او عطني 20 جرام بن 20 جرام بن ما في مطحون ما في مطحون يبغى مو مطحون اي اي بن اي بن اي اي بن 20 جرام بس ايه؟ غير مطحون. طيب انتم على ما يجيكم ذا ايه؟ راح راح ابو خالد راح لا والله ما بروح راح 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 20 جرام عندكم مشكله مع التصوير يا شباب مساء الخير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حلو طيبين ابي واحد عنده تويتر ابيك بس تدخل والله العظيم شكرا انت من طرفنا بس 20 لا 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 الله لا يهينك هو يعرف بيض الله وجهك. الحين قاعد يحط لنا 20 جرام بس ما نقدر نلف الكام طلب غريب هذا 20 جرام الحمد لله خلصنا الحين مقطع عود رفيج 20 جرام عطنا احنا رأيت رأيت خلصنا خلصت ايه يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا فواز ونعم ونعم شكرا ما قصرتوا الله يحفظك شكرا شكرا الله يطول عمركم. السلام عليكم. السلام عليكم مدير كيف الحال؟ ملابس انا عنده صح؟ ملابس انا 45 قطعه ما معلومه كان انا يجي كل يوم. طيب شوف في تحدي معلوم معلوم تحدي
انا يبغى اكوي بس يوتيوب بعدين خلاص اي شيء موجود هنا انا يبغى بس اكوي واحد دقيقه حي راسك يا طيب راسك بكي معك ايه يلا يجي هو ما في مشكله يا اخي انا احب راس انت لا بسم الله حار ما في مشكله عيب عليك ما في مشكله بس ضغطه واحده حط يدك معها لا يلا 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 بس ايوه يا سلام باقي الجهه الثانيه الجهه الثانيه هذا يقولون يطلع صوت دقيقه رح يلا وخر ركب كويس بس خلاص 100 100 100 باقي الظهر باقي الظهر ايوه حط يدك لا وخر بس يا ويلي خلاص زبطنا لك اجحدها يا مصور اجحدها كم حساب يا اخي اقسم انت قحطاني صح هذا انت قحطاني صح لوكو لو مجنون نفر مجنون ايوه انت قحطاني لا قحطاني انا قحطان امشي اوبري وين ورقه مدير انت شيل ان شاء الله يجي خير عطني شيل هذا انت سوي ورقه ايوه شيل 50 ريال يا سلام يا سلام 50 ريال كم خلصت تعال تعالوا 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 خلنا نفتح افتح بسرعه دقيقه الحين روحوا دقيقه خلنا نقنع لا انا على اشخاص اقنعنا اشخاص سريع هذه وش هي؟ هذا يجود بالميزانيه والله ريال يا الله لا قبل انا يا عيال طيب اصبر خلنا نشوف 20 بن 20 انت فتحت هذه ريال خلنا نشوف ايه سالس انا افتح اقل شيء لو طلعت صفر بشرب هذه بشربها تكفى قل 100 25 ريال زين حلو عندنا 90 و25 هذه 115 115 يا حبيبي على كيفك يلا حلو لا 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 راحت الجرامات الحين يلا خلينا نطبق التحدي الثالث 10 دقائق سريع تصويت يلا بسم الله نبدا 10 و17 دقيقه ليتس جو والله ما راح يشوف ماجد امشي ماجد معي راح اقول له شوف عزيز وش التحدي الثاني؟ روح المحل محل تصوير وكواي الحين خلينا نشوف قدامنا كواي 100% بنلقى ايه وتاخرنا على اوبر اركب اركب على اسم الكريم ما تشرفنا الله يسلمك ريان سيد بن باطل ونعم الله وسبعه انعام معنا بالميزانيه كم اشوف؟ 50 30 80 25 و100 105 تخيل ترى ما جانا ولا ريال بس حقه القهوه العصير البرتقال 9 ريال يا رجال البرتقال 205 نقص منها 9 كم يطلع؟ 196 يا تبون ما يا شيخ تكفى يلا يلا خلاص لا تفتح لا تفتح لا تفتح مانج تكفى امسك ايدي يا ولد عزيز ابو سعد عزيز وين رفيقك؟ ما عزيز كان هنا يعطيني يعطيك الله ان شاء الله ابو سعد شو يعطيك؟ يا حبيبي اي احنا مرسلينك نبي ما وينك؟ وينك يا ولد؟ عطني ما بالله بلا مبزره ابو خالد عطني ماء الله يرحم والديك انا عنب ذا الفره كم اختني على خشمي الصوت هنا انا والله ذنبي يوم اني اول اجنح فيه يلا امش خلاص رد البقاله رد البقاله ليش بقاله ابوي هي امش عشت هذا الكلب لاقينا زاحف عزيز والله زاحف ها من جيت من جيت وينك اول اناديك يا ولد موجود بس تسوي لك مقلب ابو خالد الله ايه لا كبرت تركته الشيبان هانت ابو سعد باقي 5 دقائق ابو الشيخ ريان عندك تويتر عندي بس والله ما تخشى كثير صح إيه هذا المطلوب هذا المطلوب احنا اللي نبيه لا انستغرام ما نزل شيء يا حبيبي هذا اللي نحتاجه احنا تعرف المجتمعات اللي بتويتر لا والله احنا عندنا جروب نبيك بس ترسل رساله واحده يا اخي عليه الشحه كيف قحطاني صدقني قدام ما في شيء ورا بس كذا رساله بس انك جاي من طرفنا بس خلاص تمام واذا وقفنا نسويها اي خلاص تمام الله يعافيك عزيز براسك يبون شيله قحطان عليها شو اسمه كبرايت اي في كبرايت يعني يسوي كت وبعدين تعال في محل عصير عندنا 1 كيلو ماشي حط ماشي كم هنا اتجاهات عزيز اسمعني والله عزيز عصير محل شاورما خلاص صارت 10 و27 يعني فكينا خلاص مفتح يلا عط خلي بك التحدي بسرعه ورنا وش اصبر تاكد انه هو هذا ايه 5 ريال 5 مين صفر لا 5 5 5 5 صفر
عيال 5 ريال. صفر صفر. شوف اللي فوق ريال مكتوب ريال. اجل هذه هذه صفر صفر صفر. يطلع من ضيقه يا حشيش. يا حمار انت 18 ريال. انا 18. انت 18 ريال عزيزي. قول ريال يا اخي. لا عاد تمسك الورقه. يا الله يا فهاوتك يا الله. الحمد لله الحمد لله يا اخي. يفرق معنا في الميزانيه. اول كان ماخذ جيك. ما انت صفر ريال. ما من والله ما منك فود يا تصويت والله دايم. الحين كم معي كم 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 معي 90 90 و25 مني. هذا 100 110 115 115 زدها 10 زدها 10 125 و8 134 ريال. شفتوا و4 ريال نقص. 4 ريال. لا ريالين نقص. 32 132 ريالين نقص. يلا خلنا ناخذ تاكسي. هي والله عينك. هي عيال باقي 21 دقيقة. انا فقدت الامل. ما تعبت والله فقدت الامل. طيب قدام ثلاث تحديات باقي. بعد التحديات لازم تروح مكان بعيد. متى يمديك؟ طيب اسمع بالله عدد لي اللي باقي. اللي باقي محل التصوير صعبة. خلاص عندنا كواي وعصاير لازم نخلصها. اسمع لازم. عيال لازم تاكسي. محل التصوير اساسا مقفلين. يلا تاكسي تاكسي. طيب اوفر خلينا نخلص. لا 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 خلص تاكسي اوفر بيطول. احنا الخضر هذا يمر 24 ساعة. طبعا تونا واصلين. نعم الغدير. الغدير اي ابو سعيد تكفى ابيك تدخل تويتر لو سمحت. ابشر. اكتب في البحث ار اي انضمام. لا انضمام بس سوين. رساله. يا سلام تقدر تكتب رساله بس رساله هي زايد زايد الازرق تحت يسار. اي اكتب السلام عليكم من طرف سكتون. شكرا لك. الله يا بعد يا لب قلبك والله طيب عسل. شرفنا بك. شكرا لك يا حبيبي. والله يا حبيبي الله يسعدك يا رب. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. يا طيب راس يا رب. الله يعافيك. الله يسلمك يا رب. الله يستر عليك. مع السلامه. مع السلامه عيال. لحظه صمت عظيمه. هذوك تاكسي. وقف 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 وقف. اتكف نشر اتكف نشر. وقف السلام عليكم. معلوم محل عصير هنا قريب. شو يقول؟ خلنا اركب وجوجل ما بيع. يلا 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 والله اروح للي قبل شوي عزيز. قريب كم دقيقه؟ 6 دقائق يا رب جنب العصير مغسلة. يا سلام شوف لو تحصل الحين. طيب. حق العصير بيخلينا نعصر. هذا شيء. والشيء الثاني يا عيال يومنا قريبين من الفله في كواينه. خلنا نمر كواينه نخلص منه صح. يلا افتح افتح. ايه خلنا نعم. كم بخشيشه؟ يلا يلا بسرعه بسرعه. 18 ريال. ما 18 18000 يمكن. اصبر وش 18000 وين رايح انت؟ طب الحين بنروح التحدي اللي بعده. روح طيب. المحل التصوير واطلبوا من محل التصوير. لازم ناخذ سكوتر. ليش دايقين ممشى الغدير؟ سؤال سكوتر وش وضعه؟ طيب السلام عليكم. السلام. يلا حيا. هلا والله. يلا حيا. كيف حالك؟ طيبين. امشيت عند عسل. طيب. هلا والله. سهلا شلونكم؟ اهلا وسهلا. ارحب نورين والله. امشيت الحمد لله عساك طيب. تبي تطلع؟ اي طلعها طلعها. احلى متابعين في الدنيا اقسم بالله. الله يعافيك. شكرا لكم يا رب. الله يعافيك. يوم الخميس وحده الظهر. يوم الخميس. شكرا. طيب يا عيال عشان تكونون بالصوره عشان تكونون بالصوره. للاسف احنا متاخرين الساعه 11. للاسف احنا جايين هنا صح محل تصوير ما في. يا اخي انت اللي جاي لنا. خروح الغدير. طيب الغدير وش فيه؟ وش فيه؟ في سكوترات. طيب في احنا عندنا سكوترات وعندنا ذا. عيال روح محل تصوير. هذه صعبه المفروض مسوينها. لا سهله سهله. تدري شو نسوي الحين؟ ناخذ سكوتر نروح فيه محل تصوير يمين. فيه؟ فيه. وين؟ ابحث. جمالي نسيت ابع لوبر. احلف كذاب والله. ها مدير كم؟ دقيقه. كم مدير؟ ما عاد فيها دقيقه. خش علي ذا. خش عيال خليه يستنى ولا يروح؟ انا اقول خليه يروح. خليه يروح. خلينا نوفر يا حبيبي. ايه ايه دقيقه دقيقه. ولا يودينا الكواي هو دام مبعدنا لابعد مكان. ايه خلاص انتظر دقيقه. في برتقال يا ربي وافق. سلام عليك. في خلاط يوافق يا رب. خلاط برتقال مخلوط. طيب انا يبغى كم برتقال؟ تبي واحد؟ إيه؟ واحد كبير. سوي ثلج بس في طلب واحد بس. انا بنشهد بس يبغى نفس. اي انا معليش. كيف انت معلوم انا اسوي؟ ليش انت في نفر يجي هنا؟ العيال جو هنا. في ثلاثة نفر يجي. العيال جايين هنا. انخاك والمعروف. انا رجل منخاه. نخوة مطيرية. نخاله فلبيني. تكفى يا حصان. طيب اسمع انت سوي. انا اوقف جنبك شغل بس. شغل انت سوي هذا برتقال. انا شغل بس خلاط بس شغل شغل خلاط. بس شغل ما في سوي اي شيء. ما اسوي اي شيء بس شغل خلاط. انا شغل خلاط بس شغل خلاط. لفار ما يجي هنا مشكله. يلا حيا. كيف حالك؟ طيب هلا مرحبا. يلا حيهم. كيف حالكم؟ طيبين؟ شلونكم؟ هلا هلا.
وينك قاعد ندوره؟ يوه جبوني قاعد ندوره منين قاعد ندورك؟ ما يجيك اتصال والله ما جاني. ما ادري اصلا ما اعرف. عصير برتقال. عصير برتقال بس بس, بس انا اسوي انا اسوي شغل اوكي؟ بس واحد نفر. اي واحد نفر يلا روح روح. اسمع حاول انك تسوي قد ما تقدر. شكرا الله يشفيك. شكرا يس. يجي هنا نفس لازم كاميرا فوق ممكن. اوكي ما في سوي صح؟ خلاص سوي سوي نفر خلاص سوي. شنو سووا قبلنا؟ عادي بس سووا عنده. ايه ايه ليش يقول ما ساعية؟ لا ليش يقول سوى سوى؟ ايه اول شيء شغلت هذه بعدين اضغط هذه. ما شاء الله تبارك خلاص. بسم الله هنا خلاص. اوكي هنا ركب هنا بس ما في ايس. ركب هنا ركب هنا خلاص. سير واقف. يلا يلا افتح التحدي يا عيال اصبروا اسحب خلاص يا حبيبي. وصلنا الحين وصلنا. إيه هذا وش قلنا؟ ممشي الغدير. ممشي الغدير. ايه باقي عندنا تحديين اللي هو نركب سيكل نركب سكوتر. طيب انا بركب سيكل. انا سيكل. ما اعرف السكوتر. لا انا سيكل انا اعرف السكوتر. حاجه ورقم قص يا حبيبي. مو مشكلتي انا ما اعرف. تعلم يلا حاجه ورقم قص. يلا خلاص انت تعلم سكوتر. انا سيكل سكوتر. اوكي نعم. طيب يا عيال شلون شغله؟ والله ما ادري. تطبيق باركود. طبعا الحين يا جماعه اثنين شو اسمه ذي سكوتر. يا اخي بسرعه سبع دقائق وش تحدي؟ طيب شلون شلون امشي؟ دباب دباب يا فيصل ما يشتغل. ضغط ضغط خلاص ادري. يلا روح يا اخي ادعس لا توقف. فيصل ادعس ادعس ادعس. جنوني انت يا مجنون. اي يسار 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 يسار. كم؟ سويناه. يلا خلاص 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 عشان حسن. 9 ريال 9. شو يقول؟ يقول سووا لنا اعلان. اي اوكي 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 امسك. يلا عطنا مزاز بس عشان استرو شفاط. وين هو؟ اللي ماشي صور المحل. بس دقيقه دقيقه يستاهل عربة العصير. بس بس لا تركب معه يا اخي. مغسله قدام تكفى عزيز. في محل تشوير. وين وين وين؟ بسرعه ما عندنا تايم. يلا جو 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 كلها على نفس الطريق. سكتون بالله. بدل بدل تعال. اوكي تعال. والله طبيعي. والله مش طبيعي صراحه. عيل بغيت اطيح 10 مرات. امسكه. يلا جنون شروب يا عيال. يا عيال شو اسوي باركينج خلاص. يلا يلا تصوير تصوير. ينزل وش فيك الجنزير خربان. خلاص خلاص نبي نمشي. يلا جو 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 جو. وين وين اللوكيشن؟ اسمع اللوكيشن محل التصوير. هذا هو. وين هذا هو؟ روح روح. انت تفتح لما تفتح تحدي ذا يا اخي. ما احنا حريصين عليها الحين. سيدي 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 نقدر الحين نقدر نفتحه. 30 ريال زاد. حلوه حلو حلو حلو. كم كم معي؟ 132 نقص 9 ريال تصير. هذه تصير 123. حلو. وزود عليها 123. وهذه كم؟ زود عليها 30 153. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اللهم طولك يا روح. الله يجيبك طول في البال. هذا فيصل. هذا فيصل جواله هنا. هلا لا مسميني سكتوني ابوك. انا شعلونكم مدلعني. السلام عليكم. يصورنا صوره بطاقه شخصيه. لا لا داخلين دوره احنا. شوف صوره بطاقه مدير. ثلاثة نفر بس جلدي بسرعة. فرحني. خلاص. مطبع. كم ياخذ طبعتهن؟ بيض الله وجهك. بيض الله وجهك بسرعة بسرعة. والله مش منطقي صراحة. اللي جالس يصير مش منطقي. لا يا شيخ. أنت أردى من أنت أردى منه. تعال. والله مستحيل. تعال يا ثور. يا حبيبي. بقي لنا أشياء. وقف. وقف. لا هذا متخلف. أين شعرك الطاير؟ خلاص يلا وقفه وقفه لبقه. بس 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 لفه. لا اقسم بال يا حبيبي تحدي. يا وقفه ما توقف. هي وش كيف هنا هنا الظاهر. طيب الحين وش اللي نسوي؟ الحين بنروح لبعد مكان. ابعد مكان وش ركض بنروح ماشي. اوه هذا ايه بوبا. لا 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 خلينا نروح سوي ابعد مكان. يا عيال تدرون كم باقي؟ كم؟ 18 دقيقه. اوه
الحين الساعة 11:42 ابعد مكان وين؟ من الفيلا؟ ايه خلاص احنا نجي ناخذها بعدين، خلينا نحسب كم حساب الثلاثة. والله واجد تكفى. احنا ما احنا محتاجين، احنا بس. طيب كم بيبقى؟ ها؟ كم اخذ؟ 153 اخصم منها 75. 75؟ اي والله 153 اخصم منها 75 يساوي باقي معنا 78 ريال. خلاص احنا خلصنا التحدي ذا، خلنا نرفع خلنا نرفع. لا 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 التاكسي يا بعد 10 ريال زادت معنا 178 88 خلاص خلاص 10 ريال 10 ريال يمدي نروح اكثر والله 10 مره. جو 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 مشينا 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 اصور مشي اصورنا نمره نمره وناخذها نرجع له. تكفى اشتريت البطاطس تاك نروح. خلاص بروح للصحافة بس. ها خلاص والله 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 امزح ما ابو وقت راح تلعبهم ما بصراحة انت يا اخي طقف مع جميل. طيب باقي ما خلصت فلوسي فلوسي قاعد تمشي طفى. لا 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 بركب معك بركب معك. لا لا وخر 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 بسرعة 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 مدير مغسلة 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 قدام مغسلة اي بس بس وقف 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 بسرعة بسرعة بسرعة. هو شبيه منا الحين تكون واحد يبدل عنده. انا اعرف انا اعرف ذا صديق. اي مدير السلام عليكم كيف الحال؟ معلوم صديق انا انت كله كله يعرف انا يبغى بس كوي بدله. تعال تعال صور عزيز صور صديق يجي ما بعده ما بعده بسرعه بسرعه عطى عطى بدله 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 اي بدله دقيقه جيب بدله بدله بس هو خليه يكوي كذا اي بدله هذه يلا يلا روح صور صور هنا صور هنا صور الا صور عزيز يلا بسرعه. والله شكرا نفر ثلاثة يجي هنا اهينهم لا بس لا. ما مر التصوير صدق ما مر التصوير متى 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 يجي كان صدق يا ابو اي يا الله بسرعه شلون شلون اضغط اضغط فيه يا اخي دفها فن روح وده وده دفها قدام اي وده بعد اي 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 ايوه حط حط عطها عطها وحده اضغط الحين بس خلاص بس 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 خلاص ارفع خلاص خلاص بس بس خلصنا خلاص خلى امشي امشي تطلع منها امشي امشي عزيز خلاص اطفي عليه اطفي عليه اقدر اطفيه طفى طفى طفيته طفى اي طفى 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 بسرعه بسرعه وش ذا طفيته 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 اح طفى طفى لا لا يا اخي ليه طفى يا بزر درا يا عيال طفى شلون قبل شحنه قبل شحنه بس 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 يا حبيبي يا بزر والله ما يمشي ما طفى يا طفى خلص الوقت وش الخطه الحين اوبر جاي الحين صادق يلا 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 خلنا نروح خلنا نروح نروح الصحافه نرسل لهم الموقع ينتهي التحدي مسكت يبي مهنه جديده اركب 50 ريال رب البيت عينك والله العظيم والله 50 ريال جو 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 78 88 جو 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 نبي نروح الشرقيه يلا الشرقيه بربع دقايق اي 50 ريال اركب 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 مدير مدير روح روح ثلاث دقيقه روح بعيد بعيد منا روح اي اي مكان من هنا بعيد بسرعة ثلاثة دقيقة لازم بعيد زيادة بعيد زيادة بعيد أنت وش هي مسكت معك تكمل الكوي يا عيال ما محلك لا لا تصيروا اثنين اثنين غلط ولا صح طبعا الآن ركبنا الأوبا ورايحين بعد مكان المشكلة كذا الوقت ما سعفنا لأن معنا مبزرة راح يلعبون بسكوتر لا حرام عليك المبزرة اللي كرف المبزرة أكيد أكيد مو بانتم الزبدة الوقت ما يسعفنا ما لنا أن نروح الصحافة أمسك يسار أمسك يسار وروح يسار يسار وروح سيدة إيه 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 عطى روح روح عطى يا مدير وين أري فروم باكستاني باكستاني ما في خوف في أغنية باكستاني ما والله ماني بحافظ شوفوا توختو بغريختو لا إيرانية أوكي كم باقي كم باقي مدري باقي دقيقة كذاب رب البيت انتهى وقتنا الآن لازم نرجع للفلة بإذن الله نشوفكم بالفلة خلصنا كل التحديات وارسلت موقعنا وين ما ندري احنا فايزين هم الشباب 11 3 دقائق الآن الشباب ما أرسلوا موقعهم فأنا أشوف عيال إن طيب. نعتبر فايزين طيب قبل ما ليش؟ قبل ما ننهي أبو خالد ايه؟ أنت توقع العيال خلصوا ولا لا ما أدري والله والله عادني توقع سريع ممكن خلصوا خلصوا ايه أنا ما أتوقع خلصوا لأن التحديات. لأن لوكو بجحين يدخلون بالعين أي واحد لا يطولون في السوالف ما اي اي انت تقول ما خلصوا انت تقول خلصوا انا ما خلصوا ما خلصوا انا اقول انا اقول فايزين حنا وما خلصوا ايوه بتشوفون يلا نشوفكم بالفله اجل طبعا يا جماعه الخير وصلنا اللوكيشن اللوكيشن وين في الصحافه الصحافه ليش الصحافه ليش الصحافه عشان نرسل اللوكيشن نرسل اللوكيشن لان معنا ما بزر ما قدرنا نبعد اكثر لا ما لي دخل انا الوقت خلص عشان نلعبوا سكوترات لو نلعبين بسكوترات ارسلت اللوكيشن ارسلت اللوكيشن اي نعم سكوترات طيب
سكوترات خلاص ودعه. الوقت اللي سويته بس في شيء ما سويناه. في شيء ما سويناه. طيب تصوير قفل الوقت. المبزره قاعدين يلعبون سكوتر. هنا صار لي مشاكل. وش ذي؟ مبزره. مبزره وشو؟ مشاكل مع ناس. مبزره هنا. وصلنا الصحابه يا جماعه. خلص المقطع. تعبنا والله تعبنا. اقسم بالله شكرا شكرا لكم يا جماعه الخير على الدعم والكلام. نعم. اللي ما بقى شيء على 100,000 يا جماعه الخير. لا تنسون الاشتراك ويا رب ان نفوز ان شاء الله يا جماعه الخير. ان شاء الله قل ان شاء الله مع البلد ان شاء الله دامنا مع قحطين بتفوز. قحطين الله يعطيكم العافيه جميعا. شكرا لكم على الجهود المبذوله. صارت ريمونتادا والفرق بين المهزوم والفايز ريالين. ريالين حلو ما شاء الله. ريالين واضح احنا فارقين. خلونا نقول نتائج. نبدا بفريق العود. كانت النتيجه المهمات اللي سويتوها 6 مهمات. الله يعطيكم العافيه كلهم. مجموع النقاط اللي وفرتوها كانت 142 نقطه. حلوه. وحنا قلنا ريمونتادا بريالين فرق ريالين. كانت أنتم مهماتكم 5 مهمات وكانت مجموع النقاط اللي جمعتوها 144 نقطة. شلون؟ أجل طوري أجل بالميدان يا حمدان العصا الموية أم ريالين الموية. تعال 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 لون كراش ها فالأرض أطيب. دقيقة يا أخوان أنا إحنا مسوين 6 مهام. شلون صدق يا أخي شلون يفوزون؟ والله هذه الحسبة. الحسبه ضايعه. الحسبه والله انها عندكم والله ضايعه. هذا ضايع ضايعه. والريالين حاسبنا. مبروك ابو صالح. الله يبارك فيك. غير مستحقه. خلينا يحن. غير مستحقه. حبيت تنهون المقطع؟ اي نعم نعم نعم. خلينا نحن. تعال تعال. لا 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 ما عليك ما عليك. فريق الفايزين فايزين. تفضل. لك حق تنهي المقطع. بالله يا جماعه انتم شوفوا من اللي فاز. انا متاكد 100%. انا اول مره اشوف بالتاريخ واحد متعدي في المهام يخسر من واحد. عدد عدد شرب مويه والله ما تفهم. فكر. لا لا دقيقه خلي الكومبارس ورانا تكفى. اوه عقب. الله يعطيكم العافيه جميعا. شكرا لكم على وانت بعد توكل. وتوكل يعطيكم العافيه على المشاهده. اتمنى انكم استمتعتوا. نعم لا تنسون اللايك والاشتراك. ما بقى شيء نوصل 100,000 مشترك يعني. شيء لازم تسوونه. لازم تسوونه. والزلايق ذي ترى فازوا بغش انا متاكد. هذا كومبارس اللي ورا. يعطيكم العافيه. مع السلامه. مع السلامه.